اللي انا وين هلا؟ انت هلا بالمستشفى ووضعك احسن. ها؟ ها؟ ايه صح، انت دكتور. ايه صح، بس بدي تعرف هالمعلومة انه في شخص كان عم يدير باله عليك وما تركك ابدا، والشخص بيكون انا. عن جد عم تحكي؟ هاي الحقيقة، لما الشباب هدول جابوك لعندي انت كنت ساعتها رح تروح فيها، بس انا حطيت كل خبرتي الطبية مشان انقذك. بكفي دكتور، لا تبالغ بمدح حالك، ما حلوة تحكي هيك. خلص، هدول الثلاثة هنن اللي انقذوني وسعفوني لهون على المشفى. لو ما شافوني وقت عملت الحادث ابصر شو كان صار فيني. لهيك يا دكتور انت لازم تعطي الناس حقها. انت شو عملت يعني؟ اعطيتني ابرة وعم تشوف حالك علي. يا اخي الدكتور هذا كل عمره هيك. كان ماشي وهو شايف حاله كتير. يا اهلي بالشباب، انتو ما في منكن، عن جد شكرني كتير لإلكن. تعالوا قربوا علي، خلوني ضمكن شوي وتشكركن على اللي عملتوه. تعالوا، ما بدها الخجل. تعالوا. بعد عني شبك، شو صاير لك؟ خلص لا تضربه. عدو يا اخي، نحن الثلاثة كنا بوقتها كتير متضايقين. ايه بصراحة اول مرة حدا هيك بتشكرنا على شي عملناه. نحن ما عنا لا اهل ولا عائلة، اذا حدا تحسن علينا بشغل بنقدر ناكل، واذا لا انت طول الوقت رح تلاقينا بالشوارع. ايه صح، شميت ريحة الشوارع عليكم. ايه شو الريحة. يعني نحن هيك ما في عنا اي حل، نحن مقهورين وما عم ننبسط بحياتنا، والناس بتبهدلنا طول الوقت. يمكن إذا صار معنا مصاري بوقتها نحنا رح نصير ننبسط أكتر. هيكي كتير زعلني، أنا زعلان عليكم كتير. يعني هي المعاناة القاسية بتوجع القلب كتير، وإنتوا ثلاث شباب مثل الوردة. بس بكفي خلاص، هاي الحالة تبعكم رح تتغير ورح تعيشوا حياة جديدة، حياة كتير ظريفة، بس مو هون بأمريكا. لا يا أخي، ما بدنا منك شيء، نحن اللي بدنا اياه تكون بخير وصحة وتقوم بالسلامة بس.